من الموسيقى إلى أخبار المال والأعمال في نشرتنا، ونتابعها مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا ريهام الديب، شكرا نهى توفيق. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة. أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية أوكانو يوكيكو أن مصر لديها قدرات بشرية هائلة، وهناك أيضا فرص كبيرة للشركات اليابانية للاستثمار في مصر، لافتة إلى التقدم الملحوظ في العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين والتي تضاعفت. هذا وأكدت المتحدثة بأن مصر مستقرة سياسيا واقتصاديا، وأن اليابان تسعى لتوطيد التعاون مع مصر التي تعتبر لاعبا أساسيا في المبادرات التي تطلقها اليابان في المنطقة. هذا وأعربت أوكانو عن رغبة بلادها في زيادة تعميق التعاون المشترك فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، خاصة في مشروعات البنية التحتية والنقل وقطاع الطاقة والتعليم. شارك وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا في الجلسة الوزارية الاستراتيجية ضمن فعاليات مؤتمر غاز تك 2023 بسنغافورة، والتي ناقش خلالها عددا من وزراء البترول والطاقة دور الغاز في تمكين صناعة الطاقة العالمية من مواجهة المتطلبات قصيرة المدى للطاقة ومنخفضة الكربون. هذا وأكد الملا خلال الجلسة على أن هناك انتشارا وتسارعا في أنشطة ومشروعات الغاز الطبيعي والغاز المسال، في ظل إجماع عالمي على أن الغاز هو الوقود الأفضل خلال المرحلة الانتقالية للتحول الطاقي الكامل. كان وزير البترول والثروة المعدنية قد التقى على هامش فعاليات المؤتمر مع بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا السابق وعدد من رؤساء شركات البترول والغاز العالمية. استقبل رئيس الطائفة الإنجليزية بمصر القس أندريا زاكي وفدا إنجليا من رجال أعمال أمريكيين ومستثمرين في عدد من المجالات المختلفة، وذلك لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر. أضاف زكي بأن مصر تشهد تطورا كبيرا على جميع الأصعدة. من جانبهم عبر المشاركون عن سعادتهم بزيارة مصر ولقاء رئيس الطائفة الإنجليزية، بجانب متابعتهم المستمرة لحالة التنمية الهامة التي تحدث على أرض مصر ووجود فرص استثمارية كبيرة داخل المجتمع المصري، وذلك في ظل استقرار الدولة المصرية وسعيها لتحقيق الأفضل للمصريين. في أسواق البترول العالمية غيرت أسعار النفط مسارها وتحولت للتراجع بعد أن ارتفعت أكثر من 1% في الجلسة السابقة، حيث تجاهل المستثمرون الاضطرابات التي نجمت عن خفض الإمدادات من السعودية وروسيا، كما حد ارتفاع الدولار من الاتجاه السعودي، وتراجعت العقود الأجلة لخام غام برنت الوسيط بنسبة 39% وسجلت 89 دولار و69 سنتا للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 29% ليصل إلى 86 دولار و44 سنتا للبرميل، بينما تراجعت أسعار المازوت عالميا هي الأخرى بما نسبته 1.35% لتصل إلى 3.17 دولار، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.98% لتسجل ما قيمته 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وصلت الأسهم الأوروبية خسائرها للجلسة السادسة على التوالي، وأدت المخاوف المتعلقة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار النفط الخام الذي يؤدي إلى ضغوط تضخمية إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة وبالتالي انخفاض الأسهم في أوروبا. هذا وانخفض المؤشر ستوكس الأوسع نطاقا بواقع 0.5% ليحوم بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع واحد. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. نعود لاستكمال ما تبقى في نشرتنا من أخبار مع ريهام ونهى. شكرا مصطفى.